فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وبعد وصولنا حدثت مشادة بيني وبين السائق. ذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وبعد وصولنا حدثت مشادة بيني وبين السائق الذي أوصلنا، ثم أتممت مشاعر العمرة، فهل علي شيء في هذه المشادة؟ أعد الكلام. ذهبت إلى مكة لأداء العمرة، وبعد وصولنا حدثت مشادة بيني وبين السائق الذي أوصلنا، ثم أكملت مشاعر العمرة، فهل علي شيء بالنسبة لهذه المشادة؟ ما دام أكملت مناسك العمرة الحمد لله، والمشادة إن كانت مخطي استسمح من الرجل، إن كنت تعرفه كانت مخطي عليه استسمح منه، أما إذا لم تكن مخطئا فلا حرج عليك. نعم.